حلقة 48 معك محمد أكيلة. ماريو ضمن سلسلة قصة نجاح اللي بنسويها عبر الموقع حبينا نتعرف عليك ونسمع إيش تشتغل وكيف وصلت لهي المرحلة اللي أنت موجود فيها اليوم. أيوة، أول إشي أهلا وسهلا فيك يا أخي محمد، أهلا وسهلا بالموقع. طبعا بمناسبة عيد الميلاد بحب رحب أقول لكل إخواننا المسيحية وكل أهل يافا كل سنة وأنتم سالمين. أنا ماريو ديك، مواليد يافا، مواليد سنة 82. أنا اليوم بتخصص بموضوع الكرد قبال البنوكي، كل موضوع أهل يافا أو زباين عندنا بالمكتب اللي بدهم يجوا يشتروا ملك أو يبنوا بيجوا بيستشيروني بموضوع الكرد عشان يعرفوا أو نقدر نقول المشكنتة بالعبري عشان يقدروا يعرفوا كيف ياخدوا المشكنتة بأحسن تفاصيل إنه مع مدى سنين ما يكون لهم مش ضرر من المشكنتة اللي هو الفايز. اليوم إذا إحنا بنيجي نحكي على الدين أو على الكرد الواحد بده ياخده لازم يكون بني آدم متأكد وعارف تفاصيل الفايز اللي بده ياخدهم، لأنه على مدى سنين بيقدر يدفع طاق تنين على الدين اللي بياخدها بدل ما يجي يدفعها مرة ونص أو مرة فاصلة صفر تنين. بس كيف بلشت مرحلة التعليم تبعتها؟ كيف وصلت لهذه المرحلة؟ من ناحية مرحلة التعليم أنا تعلمت عدة أشياء وعدة ألقاب معي. المرحلة هايشة الشغلة هي بلشت أنه أنا بلشت كشغلي من سنة 2008 أنه أنا أرمح على سبة أنه أشوف أشتري أملاك عشان أتقدم، وبموجب كل الترميح هذا لشرية الأملاك صرت أروح كتير على البنوك وصرت أعرف كيف الإشي بتعامل، كيف الواحد بتعامل مع البنك وكيف كيف بيعمل بيطلع التخصص بيطلع الكارد من البنك احسن كارد يطلعه. هلا مع كل المنطقه اللي بالمركز قديش فيها ضغوطات صرت اشوف انا نفسي كيف انه بتل ابيب في كثير شركات او مكاتب تامين او مكاتب محاماه عمالهم بخصصوا شخص بس للموضوع شت البنوك، وجيت انا وفتت على الموضوع هذا وفتحت المصلحه هذه اللي بشتغل بالمصلحه هاي طبعا كشبكه مربوطه بالشبكه شت الوالد اللي هو رمزي ديك اللي فتح مكتب التامين اكثر من 30 عام بيافا، وباجي وكل الزبون لما بتوجه لنا باخذ طقم باخذ بدله اللي هي مخيطه من اول للاخر بموضوع شت لما بده يشتري ملك باخذ الفايز المضبوط باخذ التامينات باخذ كل شيء بيطلع من هون جاهز، وبخلال كل هذا بخلال اقل من 3 جمع بكون عنده المصاري بقدر يدفع حق الملك والملك بيصير تبعه. اليوم يافا بتمر بازمه سكن. مضبوط، كثير شباب مثلا اليوم بيقدروش يشتروا دور بيقدروش ياخذوا كمان تولة المشكنتة. مضبوط، وفي هناك نوع من الاحساس انه البنوك بيبعطوش على السهل واحد شاب عربي مشكنتة. تعال نروح نشوف نقارن مع الوسط اليهودي، شاب يهودي اللي بده يروح ياخذ يشتري دار مثلا على طول خلال ايام او خلال اسابيع قليله بيطلعوا له المشكنتة، ايش رايك بالموضوع؟ رأيي بالموضوع هيك، النقطة انه الشباب عندنا ما بيعرفوش الأهمية شت حساب البنك انه يكون منظم. المشكلة بتصير انه بيجي شاب من عندنا بيفتح حساب بنك او بيشتغل بكذا محل ولا بتأكد انه في عنده تلوشين مرتبين ولا بتأكد انه بفوتوا حساب البنك، او اذا طلع دفتر شيكات فكر حاله اعطى شيك لفلان اعطى شيك لعيلتان وللشيك رجع بيعرفش انه هذا بقدر يسوي له ضرر 7 سنين لقدام ما يخليهوش يقدر ياخذ ولا كارد ولا بنك. هذه النقطة اللي بتصير الواحد لما بيجي بيعرفش الموضوع شت البنوك قديش كيف يتعامل معه بتصير له مشكله، وهذا اللي بيصير. انا عده زباين بيجوا لعندي انه بيجي بيقول لي مثلا بساله رجع لك شيك ولا كان لك كارت فيزا، بقول لي اه كان لي، بقول له رجع لك، بقول لي لا ما رجع ليش، بيجي بفحص بقدم الهويه بنفحص الهويه بالشبكه شت البنوك بيطلع انه رجع له 3-4 شيكات ورجع له 5 شيكات، بقول لي اه مره رجع لي شيك قبل 6 اشهر ومره رجع لي قبل 4 اشهر. طب باجي بقول له طب كيف انت بدك تيجي تقدم اذا شيك شت 3000 رجع لك كيف بدك تيجي تطلب من البنك 500,600,000 شيكل؟ فاهم؟ وهذا هذه الحوادث اللي بتصير. اما لما بيجي واحد بغض النظر لما بيجي واحد عندي بيأثرش ام هو عربي ولا يهودي بيجي عندي ومنظم حساب بنكه ومفوت المعاش بطريقه منظمه فيش اي سبب البنك ما يعطيهوش الكارد. يعني مش متعلق بعربي فيش او يهودي منه او الحكي. بسياسي مزبوط، مش متعلق باي فيش ولا بسياسه، بالعكس البنك بحضنك على وضعك المالي، البنك بحضنكش اذا كانك عربي ولا كانك يهودي ولا كانك بوذا، البنك بحضنك على وضعك المالي ومن هون بتقدم معك. ونفس الشيء لما بيجي واحد اليوم بني ادم بده يجي يشتري الملك بده يفحص كمان الوضع القانوني تبع الملك، ومش بس اذا وضعه المادي منيح ولا لا. ماريو اذكر لنا انجاز من الاشهر اللي العده اللي مرقت عن شاب عربي اللي توجه لك. ايوه
طلع شوف بدي ما اقدرش انه عشان في الموضوع انه الزباين بدناش لهم بدناش نخص اسماء ايوه هنا. بدناش نخص اسماء، ما بقدر اجي اقول لك انه اربع زباين اخر اربع زباين اللي كسبوا المزاد العلني تبع شركة عميدار قام هو زبونين بشارع مقر عنايم 10 وساقف بشارع عبودات اسرائيل اخذوا من عندي الكارد، وخلال جمعتين المصاري كانوا عندهم موجودين. واليوم بشركة عميدار لما بيجي واحد بيقول انه ماريو جايب له الدين او ماريو جايب له الكارد، شركة عميدار بتكون عارفة انه خلال جمعتين ام هم المركزين المبيعات هناك بشركة عميدار بيعرفوا انه خلال جمعتين المصاري رح يكونوا موجودين. طبعا بيرجع للزبون اذا هو منظم حاله من ناحية مادية، وهذا طبعا بيرجع له. اما من عند ما وصل لعندي ومنظم حاله من ناحية مادية الطريق سهل. وانا بوجه الحكي لاهل يافا كلهم، كل السكان المحمية اللي بيفكروا انه صعب لهم ياخذوا الدين او انه بيجوا بياخذوا من شركة عميدار خلال 30 يوم يدفعوه، ما يستعجلوش يروحوا لكل بنك، واذا البنك اعطاهم كمان مش انه ما اعطاهم، مش اذا البنك اعطاهم ما يستعجلوش يختموا، لانه اذا ختموا واخذوا منه وبسرعه هذا بقول انه ما فحصوش الفايز، وبقدر يكون الفايز مش منيح ويدمرهم مع الوقت، بدل ما يقدروا يدفعوا الدين ما يدفعوهاش ويصير عندهم مشاكل. ماريو في لك رساله توجهها لكافه اهالي مدينه يافا؟ ايوه الرسالة اللي أوجهها لكافة أهل مدينة يافا، أم هم من شاريين ملك ولا لسه مش شاريين ملك، أو إنه ساكن محمي، أو إنه أشخاص عندهم قطعة أرض بدهم يبنوا، إنه يفحصوا الموضوع شات الكارد قبل ما ياخذوه. بالنسبة للفايز يجوا لعندي يفحصوا ويسألوا، لأنه الدين لما بيجي بيدفعها الواحد فوق 10 سنين وفوق 15 سنة تقدر تكلفه طاق 2 وطاق 3 بدل ما تكلفه طاق 1.5، ويقدر يضاين بالملك نفسه، ومش بس لا سمح الله بعد سنين يصير في عنده ترجيعات ويصير في عنده موضوع شت محامي البنك انه يقدر يسحب له الملك منه. هذه الرساله بوجهها ماريو، يعطيك الف عافيه. شكرا، الله يعافيك، الله يعافيك، وانت بخير. شكرا.